اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا فتخرج الله بهذه الحاجات وتطهر الله بهذه السيئات فتغفر الله بهذه السيئات وتكفر الله بهذه الخطيئات فترفع الله بها اعلى الدرجات وتبلغ الله بها اكثر الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الموت لك على كل خير قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس الى يوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم ارفع الاسلام والمسلمين اللهم اهلك بكثرة المشركين اللهم اهلنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا وعافنا ولا تؤثر علينا وعافنا وارضى عنا به المسلمين اللهم من الصفات المسلمين اللهم افتح لنا ابواب الرزق والخير والبركه والسعاده والسلامه والحسن وكان حسنا بالرجاء انك على كل شيء قدير اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل واجب كل امورنا بالخير اللهم ارزقنا خير الدارين واصرف عنا شر الدارين بحرمه الجد الحسن والحسين رضي الله عنه واوصل الامر الى الله من بعد خير الجدار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه نور ارسل سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وعلى بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.